إبراهيم. هلا والله من حلوين، وينكم يا شباب؟ وينكم؟ تأخرتوا. إيه الشغل ده؟ حبيب قلبي. عمرو سعد. إبراهيم يا حبيبي. عمرو سعد منور الدنيا. شو أخباركم؟ طيب. معلش يا إبراهيم بقى تأخرنا يعني. لا لا عادي، أنا والله شفت الباب مفتوح، شفت الشباب يعزفون. بيتك. إيه سألوني تعرف عيال سعد؟ قلت. سعد ثلاجتكم ما فيها ماي بارد. انت خلصت الثلاجات؟ انت دخلت على الثلاجه؟ لا بس المويه الشباب عطشانين. كريم ايه بس بنجوعهم عشان يأدوا كويس. ايه انا الخطه بيه اللي هيبقى كويس هجيب له ميه. اه شباب سمعتوا. وين المزيكا الجميله والله يا ابو شباب احنا نتعلم منكم مبدئيا. العفو يا سيدي الناس. لا والله ده انت مزيكا كوميديا لا لا تمثيل ما شاء الله مش عم نتكلم في الاجل. لا سيبنا برافو عليك. كم ايش قلت؟ ايش قلت اخر شيء؟ تمثيل؟ قلت رقص؟ لا ما قلتش رقص لسه دي. في رقص؟ في رقص؟ في رقص؟ في كمان يا ابراهيم. شو اخباركم؟ الحمد لله حبيبي. ابراهيم انت عارف انا بحبك جدا. انا والله اموت جداً فيكم جدا 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 لن تتخيل. ويعني امنيتي لا بتموت فينا احنا الاثنين؟ اي والله. والله يعني احنا ممثلين زي بعض. نقطة نقطة بس انا اول اني كنت ابغى اصير مغني. مغني شفت؟ بس ما ضبطت. الاساس. ما اخذتوني. هقول لك على حاجة حبيب قلبي. ايوه. اولا طبعا مش هتكلم على انك عايز تبقى مغني او الكلام ده لانك فعلا من اسره فنيه يعني مش اسره فنيه كلها يعني محمد اخوك يا حبيب قلبي من اوائل الناس اللي عملت او يعني هو اول الناس مش هقول من اوائل دي إيه. اول واحد عمل فرقه سعوديه عم فرقه روك في السعوديه صح اي إيه والله فانت كنت عايش معاه اجواء معاه مزيكا عامله ازاي كلام هذا انا عمري 9 سنين اذكر يعني ساوند اوف روبي دي اللي ايوه ساوند اوف روبي اي 9 سنين كان عمري اخوي لما سوى الفرقه كان مره شعوره غريب بس اذكر اني كنت وانا صغير دائما منذهل من الافكار اللي هو يكتبها الاغاني الالحان يعني هو من وقتها ب 2001 كتب اغنيه اسمها شماغ الله اسم الاغنيه شماغ بس عنده البوم اسمه ديزرت وورير يعني مره كان حاط نفسه وثقافته في الموسيقى طب هو كان يعني كان ساعتها ما كانش في حفلات يعني زي دلوقتي ما كانش في يعني الاصدار الثقافي اللي كان موجود دلوقتي كان برضو كان بيعرض وكان بدا من كم سنه ايه؟ 1994 سنة ميلادي هذه عمل معجزة 1994 انت 1994 قول الصراحة ايه والله ايه وقاعد قدامي كده عادي ها انا بس انت ملاحظ حاجة سلم على جده سلم على جده لا لا مو جده عمرو صغير صح انت الاصغر بس هو الاصغر لا لا انت الاصغر لا استنى هقول لك انا بس كلمات بس كلمات بيهتم ببشرته شوية قول لي يا ابراهيم على بداية التجارب الموسيقية يعني هل اخوك بدا وانت كنت متأثر بيه كلنا كنا مولعين فيه طبعا فرق السن يعني انا اخوي محمد اكبر مني بكثير شوي فانا لوحده يا عم بقى انت بقى تعدل بقى خلاص ماشي كم والفرق بيني وبين اخوي تقريبا 15 20 لا 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 احنا 6 شهور الفرق جد 6 شهور لا لا ازاي لا ايه يا عم 6 شهور امي حملت في 6 شهور ارنبه لا صح لا ده ايه الذكاء ده بني ادم عادي بتاخد 9 شهور قال لك بجد صدق انا ما ادري انا ما بكذبكم انا بقولكم بقول لك ايه انا في ضيافتكم ما اقدر اكذب احد الاي كيو لازم ابتسم واقول ايه لا يعني انت انا ضيف لازم ابتسم واقول ايوه انا ضيف اصدق اي ضيف صح انا بتكلم انت بدات مزيكا كنت عايز تغني وبعدين رحت للتمثيل ايه انا ما قلتها بصوت عالي بس يمكن اقولها الحين انا فشلت في الغنى ورحت التمثيل بعدين لما اخذت كورس وبحثت عن الموضوع ذا اكتشفت ان في مقوله اصلا في العالم يتقال وهي مو صحيحه ان يقال ان all actors are failed musicians يقول لك معظم الممثلين الناجحين هم كانوا موسيقيين فاشلين يا اي والله مقوله موجوده في جوجل لو تكتبون مو قصدي عالمي انا لسه ما فشلتش في الغنى انا مصر انت مش هتفشل في الغنى انا انت مش هتعرف تفشل اصلا عارف انت فيعني فتولعنا فيه مره يعني تولعنا فيه كلنا صرنا نقلده فانا بديت مسيرتي كان عندي فرقه اسمها الحجاج براذرز والله فرقة موسيقية فرقة موسيقية بتغني فيها واعزف بس انت موسيقى هايل انت بتلعب بتعزف لا مش شرط تغني هذا ما تبقى انت بسمع حاجة من الفرقة نسمع. اي حاجة نسمع. اي حاجة قول لي اي حاجة بس ما اشوف بس نوع المزيكا اللي انت كنت بتقولها ايه انا اعزف اغني لا من اللي كنت بتقوله انت كنت بتعزف في الفرقة ولا الا شوف حسابكم ايه وانا اديك الحساب اللي انتوا تاخدوه لا لا خلنا نكلم اخواني ما اعرف كلم اخواتك انا اجيب اخواتك انت كم تاخد عشان اجيبك عشان انا جايب اخوك واجيب اخواتك مش خناقه اهي لا بجيب على البرنامج وقريبين ترى قريبين